حمص حي القصور، أبطال الجيش الحر المرابطون على جبهة حي القصور. الله يعطيكم العافية يا أخي. الله يعافيك. وين هالأخ مرابطين أخي سامي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن والله مرابطين أخي بحي القصور. الله يعطيكم العافية يا رب. معاكم نطاحني اليوم الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك يا رب. يعافيك. فنحن الحمد لله رب العالمين مرابطين إن شاء الله، هيك مبشر الأهالي إن شاء الله بأقرب فرصة، هيك إن شاء الله بإذن الله بنرجع كل شبر راح بهالثورة يعني من وراء زنادق بشار الأسد وعوان إن شاء الله، بإذن الله منتصرين بإذن الله. والصبر صبر ساعة إن شاء الله. أخي أبو سامي كمان أنت معروف، كمان أنت منشد الثورة وعندك هيك كمان قصايد، إذا عندك هيك شيء قصيدة. والله يا أخي أنا يعني لله العبد بقول كلمتين وهن المعنى في قلب الشاعر، يعني من أخ كان موجود هون وراح طلع على تركيا، يعني هلا الزلمة هو صاوب بعيونه عم يعمل عملية إن شاء الله، هيك الله يرجعه سالم غانم. فسلامي على من صان أرض بيمينا، سلامي على من صان أرض بيمينا وتحمل المر في ظل الحصار، أحرار حنا وما كنا للخاين رهينا، مستهونين الموت لأجل الدين والعرض والدار. يا رب يا رب زاد الظلم انزل علينا السكينة والطف بحالنا من غدرة الغدار، يا رب جار العدا وزاد الضغينة، احمي حمانا وانصرنا على الكفار، حيا حمص حيا حمص ورجالها زينة، أهل الكرم والجود ما يتحملوا العار. إن شاء الله بإذن الله منتصرين بإذن واحد أحد إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب، منصورين يا رب. السلام عليكم. السلام.